ونصلي ونسلم بسم الله وبسم الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى عليه وسلم محمد الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله ونصلي ونسلم محمد لا إله إلا الله سيد علي حطابه وجيب النجاشي وقالوا لي علي بدوي وقالوا لي النور منور قالوا سيد علي يسور قالوا النور 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 قالوا لي جيب العصر الابيض قالوا لي النور منور قالوا لي جاب النجا وقالوا لي جاب هالغزالة لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والنبي محمد الله الله يعطيك صحة الله يعطيني صحتي صحة لي وصحة لي الله بصلي على النبي الحبيب يا بدي تضحكي يا بدي حكاية البنزير هذا حكاية البندير لا مشيت شريته من باب سويقة على جال المولد النبوي الشريف أيوة مازال جديد مازال جديد نبرة هو يظهر الله 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 ولا إله إلا الله محمد رسول الله 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 ولا إله إلا الله محمد رسول الله وصلي وسلم على النبي محمد كيفاش جاتك الفكرة أنك تمشي تشري بنزين؟ إي جاتني فكرة ماني قبل كنت في باب بحر ونعلى في الحمام عاد قالوا لي راهي أنت ناقصاتك كي ديما تذكر كي وأنت حكيم نقرأ حتى على مريض الجعل اللهم صل على النبي الحبيب يا حكيم نقرأ قرآن اللهم صل على النبي إي عاد أنت حكيم؟ إي أنا حكيم الشيخ عبد الحميد مقري اللهم صل على النبي الحبيب اي كان مش كان معارس انا اين ذلك تعرس كان مريض الله يطلعك يجوك البنات يحبوا يعرسوا تم بنات يحبوا يعرسوا ياسر تم اولاد يحبوا يعرسوا ياسر وتم بنات يقولوا لي شوف لنا كي تلقى ولي الباه وطايع الله وماشي في الطريق الصحيح طريق الصراط يقولوا لي شوف لنا العرس انت هو تكون اصلا ما بين البنيه وما بين الولي خاطر البنيه ما تعرفش قلت لها اسمعي كانوا من بعيد بس صاحبتك كانوا هو ضارب واحد اخرى قل اذهب الله لا رجعت انا فا اشرد امشي كيفاش تبعث له صاحبتها؟ ما هو يشوفها خاطر يولي مزور كذا صاحبتها يلقاه مع واحد اخرى هو ويكلم فيها تقول له امشي الله لا وليت ما هو انت شفتك تدور مع بنيه اخرى وزاد البنيه كذلك على ولي كيف كيف؟ عادي قالوا يا سيدي مصلي على النبي الحبيب وبعد ونجوا يقروا الفاتحه حطوا قدام على الكتاب 60 حزب ويحلفوا ما يفاتحه هي ويحلفوا باش واحد ما يخون واحد خاطر يعرس بها ويجيب زوج وليدات ولا ولي ويصحتها ويطلق تقعد هي تضرب في النفقه مسكينه وتقعد تعاني وليه تقعد تعاني؟ يا الله صلي على النبي عليه تقعد تعاني؟ ما تعانيش ولا يجيني المرأة تقول لي بعد علي الراجل وخليني ناخذ رجل اخر با 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 اللهم صل على محمد تجيك امرأة تقول لك بعد علي بعد علي الراجل بعد علي الراجل بعد علي الراجل يا ودي ولا اعطيك وش تحب قلت لها بعد 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 برع روحك برع روحك يا اخي شيخ اعطيني هذا بربي ما يحبش علي ولا الراجل يقول لي بعد علي المرأة ونقول له ايه اسمع با 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 برا برا ابعد برا ابعد رد بالك با 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 ربي حاسبك ربي رقيب قاعد يخزن لك خاطر ربي قاعد يخزن لنا كلنا قاعدين ننطق بالطبيعة بالحكمة بالحرف اللهم صل على النبي عاد انت بنيتي كان مش كم عرس انت وتعرس لا انت امورك واضحة انا اموري واضحة انت عرستي ولا ما زلت عمك في انا عندي طبيب مهندس مين سالش لا ما حشتيش لا بطبيب ولا بمهندس شكش باهي الاخرى حاش باهي احكي لي تو قلت لي فما برشا باهي يجيوك اللي يحبوا يفرقوا نعم شوك عباد يحبوا يفرقوا ما بين عباد اخرين لا كيك ما نعملهاش تحسب عليها قلت إيه هما يجيوك ولا تقول لي تقول لي بعد علي الراجل الراجل يجيني يقول لي بعد علي المراه ويجيني الراجل يقول لي راه عندي حاجه في الدار الحاجة حاجة معناتها الساحر يرمو الساحر في الدار كي يرمو الساحر في الدار تتقلب الدار هاي نجي نقرا فيها القران تتهدي الدار
نعم نده الهداية رقية معناها؟ رقية نقرأ الصور واسماء الله الحسنى ونرفع ايدي نقول له في هذا الزمان في هذا المكان في هذا اللحظة يا الله يا الله يا الله انت الشافي وانت العافي خرج خليه يمشي على روحه خرج وهي تجيب السحر بيديه وتعمل هك دورك يا السحر وشكون هي تجي؟ امراه ولا راجل ده المراه تجيب السحر تدور يديها هك وتقول لها باري باري جيبي لي صحن نقلع عاده من الكوشينه افرحي بينا عاد وهي تمشي للكوشينه وهي تقول هكا تقلبها عافيه على سفاه الدار هذيك تقلبها بنيت عاد يجي لينا نمشي نقرا فيه نحي السحر نحيه مره واحده نقضي عليه مره واحده زي ما تمشي للديار زي ما تمشي للديار جيت ثلاثة ولا أربع مرات هكاك نحيت لهم السحر نحي عندي حكمة من عند الله ربي سبحانه ونحي. القرآن ولا بيش بالقرآن ما نبليش كل شيء بالقرآن هو ذاك هو الطريق الصحيح طريق الصراط هذاك هو البين فين الطريق هذاك هو الصحيح كي نقرأ اسم الله الحسنى باش هما ما يعرفوش بعد قول الله طريق والقرآن ورفيق القرآن تهزيه معك بالسوق باش يسون بس سيارك ما يدور شويه ينحي لك التليفون والفلوس عاد يسون السوق يسونك انت بيدك باش ما يدور بك حتى واحد خاطر يشوفك هكا عينيك بهيل يقول لك حب العرس فيك يا بنتي ويجيوك فما شكون يحبوا يعملوا السحر؟ لا 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 هذه كل ما هي حاجه حرام ما ندورش بها هما جاوك طلبوا منك يا رب جاوك هما طلبوا منك لا ما طلبوش مني يا بنت ثم ربي لا لا ما طلبوش مني جاك حتى حد قال لك نحب جاش في امور هذه ما جاش حتى واحد حتى كان يعملها بينه وبين روحه ويعمل فيها خاطر ما يقولش لينا خاطر نعرف نضربوا بالعكاز ولا يقول الله اكبر الله اكبر عكاز سحري هذا اهو اهو العكاز العكاز اللهم صل على النبي على العكاز فيه الحكمة الله فيه الحكمة ايه ما نتبيش المنديل والعكاز هما فيهم الحكمة والنطق نتاع عينيه وعطاني ربي الحكمة طبق طبعا بين بعضها ايه اللهم صل على النبي الرحمن ايه هي واصلي معي واصل شنو رايك في اللي في الطليق؟ طليق؟ اخي بحاجة هو طليق حرام قدام ربي ردي بالك وردي بالك تاخذي راجل وتجيب بزوز اولاد تقولي له طلق راك تحاسب قدام رب راي النار بمداها والجنة بابنها بنيتي امشي ديما علمي وانتي مرتك وين؟ لا يا لا لا بنت مش ما خديش حتى امرأة يا بنتي خطبت الأولانية قالت لي بيت نوم وبيت صالة وما أدري شنو وضربت الدربوكة وعندي وليت نشطح واحد ينعطي بها فلوس ومشت وخلت قالت لي لا لا نحب ندبر شوية فلوس ونهرب على روحي الثانية قلت لها بنيتي النار ما عنديش بنيتي علاش اكبر منها برشا انت؟ انا عمري 105 انا تويك ان شاء الله تبارك الله 105 بنيت عاد قلت لها ينعرسوا على حصين ونلبسوا جبه بيضة والصباح مريقلين امورنا ونحن مريقلين بالقدير صلي على النبي الحبيب عاد عرسوا فقراء يغنيكم الله اي عرسوا لا مركزه معاك ما تخاف مركزه معاك حتى كلموا 10 راني كل واحد مركزه معاه عندي الحكمه بلساني بالحرف اللهم صل على النبي اي وش فيك انت متغشه تو مانيش متغشه من الخارج وحطيتي من جابي وحطيتي من الخيم خاطر اذا فيك متغش يا بنتي قلت لك مانيش متغش سنعرس اي ما نحبش نعرس انا ما تحبيش تعرسي حتى هم الاولاد تو سروالهم قطع الركاب قال مش معرسي تهرت التلبيع مريول بدينار والسروال بدينار مقطع الركاب بنيتي نحن قبل كنا نصر الواحد عاملين السوريه للكعبه بيضه مساطين الواحد ونقولوا ايش لا اله الا الله وايش محمد رسول الله وناكلوا محمصه بالحديد ولا محمصة؟ شكون ياكلها تو المحمصة بالحديد؟ لا يا بنتي ما عندي او كانت تعملي المليح تعطيني 10 دنانير في الاخره ولا 20 دينار خليها اليوم تولي به اي اعطيني شوي فلوس ما قالوا القنوات الحاجه ضايره وربح 100 مليون ايه واش فيك انت وحبيبي انا افقر منك انا مبين من عينيك راقد عليهم باكوات انا راقد عليهم انا افقر منك اعطيني باكو منهم الاخر اي اعطيني باكو منهم عمي كان تلقى اعطيني انت اي نعطيك حتى نعطيك نعجه عوره وتوراك حل اسمع وتوراك حل باش كي تعرسي تذبحيه شديت لي في العرس انت ما هو البنات ما عرسوش ما نحبش نعرس
قعدوا كل كيك عاد نحبوا العرسول نحبوا الرجلول الشباب مش معرس يا ودي ده انت ماخذ امراه ولدي كان ماخذ امراه ونزيدك واحد اخر ايه كده فيك اي صلي على النبي يا ودي كذا فيك يا ودي لابسك واس معرس ولا مازلت اي عدي عدي فطويل هذاك خلي واس اي مهمتك معينة اي كلميني كلميني نخلي لك كلمة الختام اي كلمة الختام يلزمهم الشباب يعرسوا فقراء يغنيهم الله عاد بحيث يلزم الشباب مش عارف حتى البنات يلزمهم زاد يركحوا عاد مش بيت صاله وبيت نوم وفريجيدير وسونسير وحسابات تليفون وانترنت وحسابات لا لا واداره كامله يحطها في الدار وهو ورا ما يعرف شيء قلت بسم الله الرحمن الرحيم قديش فيها من حرب قال لي ما نعرف هيك اي قلت له برا اقلع عاود اقلب جمع زيتون قال لي بابا ما قرانيش قراني كلا فرنساوي اي قلت له عيشوا مع الفرنسيس نحن الدين دين عربي دين الاسلام وهم عايشين مع الفرنسيس عاد الفرنسيس يضحكوا علينا والطليان والامريكان والالمان يضحكوا علينا قالوا بلادكم هم مسخه نظفوها بلاد تو يجوكم السواح خاطر هي لسه مش موجود مالهم صلي على النبي عليه كان شوفيها كي جابوا لي الدقله والحليب وجابوا لي اسمع باك ودخان للمان وقالوا لي بابا كيف انه لا قلت عمره ما جاب في فمي عمره ما جاب هيا بيه ستوب.